تعرف مرة ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده الخميس يا جماعه، بكره الجمعه، كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه والاطفال طيبين، وكل سنه والناس كلها طيبين. وطبعا ربنا يجعل ايام حلوه علينا يا رب. طبعا عندنا رمضان كبير اهو ان شاء الله تبارك الله. حاجه كده اخر جمال، نصيحة برغم الشتاء وبرغم الجو اللي احنا فيه، بس جد جد هو حد يقول مسلوق؟ احنا ما عندناش حاجة اسمها مسلوق. مسلوق ده ايه؟ محدش بيسمع عن المسلوق ده. يا جماعة الفسيخ بتاع مية، بتاع ملح وسمك، مش أكتر من كده. ده مش هيخلي باله بالفاتورة، هيخلي باله هنا. خلي كده اهو كريم، حبيتين بالكبير اهو، الكبير اهو، بسم الله ما شاء الله. عندنا عندنا كل حاجه، عندنا الثلاث حبات، عندنا كل اللي انتوا عايزينه. عندنا بسم الله ما شاء الله، صغير كبير، حبيتين، ثلاثه، اثنين، اربعه. طبعا بقى الولد اهو. عندنا بقى كمان ايه؟ عندنا اوراق الزيت بتاعه، برغم ان احنا في الشتاء، يعني سبحان الله اهو حاجه كده بتفوت بدهان. يعني احنا في الشتاء المفروض الفسيخ ما يبقاش كده اهو. خلاص يلا اهو اهو، سمن اهو، بتصب سمن. طبعا عندنا بقى بطارخ ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. ما شفتش بطارخ في الجمال ده. فين البطروخ؟ ازاز، احلى من ازاز اهو. عندنا البطارخ، عندنا منها مصاص وكمان نص كيلو اهو، ما شاء الله حاجه اخر جمال وحلاوه. البطروخ دهب اهو، دهب دهب اهو، بس ما تغير اهو كده كده بلدي اهو. سمنه حبايه جميله وحلوه ازاي، وعريضه وجميله وحلوه وجميله. ماشي حاضر يا حبيبي. عندنا بقى جبت لكم رنجه اسمها ذهبيه، قلت برضو يبقى في مندي وفي مندي، بس الرنجة ده حلاوتها في البطروخ بتاعها. يعني البطروخ بتاعها قد جسمها بالظبط والله، ورنجة حلو مش وحش. يعني انا الرنجة دي يعني شايفين المنظر، الحباية قرد اه، ورنجة جميلة، والبطروخ بتاعها ما شاء الله تبارك الله عليها. يعني البطروخ بتاعها كبير ما شاء الله، حلوة قوي قوي قوي. طبعا عندنا رنجة ابو السيد، بس دي القليلة عندي 10 جنيه. يعني ده الرنجه ده اقل من رنجه ابو السيد 10 جنيه. احنا قلنا نجيب ده ونجيب ده ماشي. ودي بقى نفتحها دلوقتي وهنخليها، اللي هي من الكبيره الحبايه كيلو. الباشا بيضحك كله لاجل التضحيه، اعملها لك هاخدها منهم. طبعا عندنا هو الستيك ما شاء الله تبارك الله، قلنا برضو نحلله اللي هو عايزه، حاجة كده بتنور، بتجيب في النور في الضلمة، مش في النور في الضلمة. اضحك قوي يا قلبي، اضحك قوي. قولي يا كده شايفين؟ الله 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 على الجمال والحلاوة والطعامة وكل حاجة حلوة فيه. بس هو فاتحها بقى كده بدل دلك كده، شايفين؟ شايفين السلسله؟ وانا مش عايز نحكي كل السلسله اللي انا اخدها معاك بتاعتي، السلسله بتاعت الدهب، شايفين الجمال؟ دي بقى الحبايه كده اللي رابعه اخدها اهي. يعني كريم ده عربيه متفايمه دلوقتي، دي هتفهم عمر ليه عربيه متفايمه. يا ولد ما بقاش كده. طب بس كده بقى ايه؟ سم سم عيننا فين بقى؟ عيننا يلا في الشتاء. بص يعني بص يعني في الشتا تلاقي الفسيخ اه جامد وحالته اي جامدة. ده بقى بيبخ، قلت له قلبه هنحط له في كده زي ما بيقولوا. شايفين؟ شفت يلا بيبخ اي اه ده بنضف لك كل اللي هي فيه عشان تحط لهم اجيب لك السفا. شايفين؟ اهي احمد تلو هنا حاجه كده يعني. الله يا ولد بص بقى هتاكل وتعال اكل اهو. شايفين؟ اهو
له بقى الثانيه يا ابن العيال. والثانيه ده ايه؟ جه الثانيه ما طلعش، طلع له الشريحه الثانيه وعايز واحده بس. البقاوي اهي، والسمنه بتخول بتخول، بطلع لك الفسخه ما فيش فيها حاجه. لو امك اللي بتنضفها لك في البيت مش هتطلع لك كده، لو انت بتنضفها مش هتطلعها كده. الولد اهو يفتح الكاميرا يا بلاش، اوعى تطلع افتحك في ترين الوقت ونخلي. طب لم نفسك، الناس بتقطعها يعني، لازم نخلي يعني تقعد على السرير انتخ او تقعد تغيظ في اخواتك. خليك كده لوحدي لوحدي ما تخافيش، هتاكل لوحدك انا عارف. ما هو مفيش حد معايا تقعد تغيظ فيه. لا هتتوقف، هما بياكلوا بالنهار انا باكل بالليل. ايه ده ابني؟ هذا يالا، هذا يالا، هذا يالا، ايه الجمال ده يالا؟ حاجة كده جميلة وحلوة وطعمة، ده حاجة لباني، كل حاجة لباني. شايفين بقى؟ لو أمه اللي بتنضفها له ورد نطلعها كده، أنا مش في أي حاجة، ما سبتلكش حتى البتاع الصفر، خدت لك الصفرة رخلة معاك. وإحنا في سخان البحار نبرو أمام مدرسة السماية من نشرة أخرى، واللي عايزنا يطلبنا على 010-33-2707 سرنجة طالعة حلوة قوي قوي والله بجد، حلوة حلوة مطرحة وبطيخ حلو وناشف، وعند ابو السيد عند ده وعند ده، اللي عايز ده بياخد واللي عايز ده بياخد. احلى بمحمد بس دي الله يبارك لك يا حبيبي. ويلا بص بقى، مالكش دعوة بالفسيخية يا محمد. مش عايزك تحط بقى ايدك خالص، مالكش دعوة. استنى يلا، لقيت لك سفاية ام احمد الادارة، لك سفايه ملكة السوق. اظن بقى اظن ولا سفايه ولا اي حاجه، يلا مش مهم كتير، يلا يلا عشان تروح تاكل. لا رعرع كده، رعرع ودلع بقى. لو عندي كارن شتيتا ماشي، اجيب لك كشته. كارن شتيتا ناشف اجيب لك. عايز حاجه تخليها حلوه؟ ماشي اجيب لك حلوه. وطبعا هتروح تديك كمان يا عم تاكل اللي اخد سهره كده حلوه. يا عم لا وعندنا فسيخ جميل، واحنا النهارده الجمعه وانا من زمان ما عملتش فيديوهات، وكفايه كده. عندي رنجه من دي ومن دي، عند ابو السيد اللي انتوا عايزين التاريخ بتاع جديد، دي رخله اهي ما شاء الله لسه سخنه، جايبينها اهي، جايبينها جديده اهي. رنجه ابو السيد التاريخ بتاعك انا عايزين خلاص علم بين 10 و2. المهم ان تاريخها جديد ورنجة حلوه وجايه سخنه. البطروخ قد ايه؟ اللي عايز بطروخ ياخد بطروخ قد ايه؟ ويلا اقول لكم بقى ايه؟ سلام.